المواطن انت خلصوا عليه الفاتوره ديال المراه هادشي اللي كان عليه خلصت خلصوا ويجي وسيد رعيل وهادشي راه خصو يتناقش سيد رعيل سي هشام هادشي فينا شناع باش بقاو يبرروا شي الناس اللي ما عندهمش وبقاو تخلصوا منهم قلنا لهم حنا في الدورات السابقه وقلنا لهم ما تخلصوش منا لان مخلصين الناس 22 عام وتنضربوا الحفاف وهنا قلنا لهم وقلنا لهم وعاودناهم قلنا لهم ما تخلصوش من البرونش وما غنخلصوكمش وباقي شادين في كلامنا باش نخرجوا منهم داك الشيء اللي ما داروش لينا حنا نعرفوه. انا متفق معاك انا التوصيه اللي غنديروا لسي هشام احنا موافقين